وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هانو، والنهارده ان شاء الله هنبتدي زي ما تعودنا كل حلقه من الموسم الجديد ان احنا نبتدي بالحلول والنصايح. نصيحه النهارده عندنا، لو جبنا اي فاكهه ولقيناها ان هي مش مستويه جاهزه على الاكل، زي مثلا لو الموز بتاعنا زي الموز ده كده اخضر، ساعات ممكن الافوكادو كمان يبقى ناشف قوي، الخوخ، اي فاكهه نجيبها ولقينا ان هي مش جاهزه للاكل، لو عايزين نسرع السوى بتاعها هناخد الفاكهه وهنحطها في ورق، ممكن ورق جرايد، ممكن ورق من الورق البني اللي هو بنلف بيه الهدايا حتى، او ممكن الورق اللي هو ورق الزبده، فبنحطها بالشكل ده وبنسيبها يوم لحد هنلاقي انها استوت بسرعه. ليه؟ لان في غاز الاثيلين اللي بتطلعه الفاكهه، الغاز ده هيبقى محبوس جوه الورق مع الموز او الافوكادو او اي حاجه تانية. ممكن كمان نحطها في كيس ورق، ده برضو هيساعد، وبتخلي غاز الاثيلين ده بيخلي الفاكهه تستوي بسرعه اكتر. بلاش نحطها في حاجه بلاستيك، لان الحاجات البلاستيك ما فيهاش مسام، وبالتالي هنلاقي ان الفاكهه ابتدت تتبل، لان في البخار هيترسب جوه الكيس البلاستيك، لكن الورق بيمنع الحكايه دي، وبالتالي بيسويها من غير ما الفاكهه تبوظ. وبكده نكون خلصنا نصيحه النهارده، نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفه التراثيه. اهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفه التراثيه. وصفه النهارده هي وصفه كلنا بنحبها، هي الرز بلبن. والرز بلبن موجود في كتاب الطبخ المصري زهر الحديقه في الاطعمه الانيقه لشهاب الدين احمد ابن مبارك شاه من القرن ال15. واحنا في مصر متعودين نعمل الرز بلبن بالمستكه، ولسه بيتعمل لحد دلوقتي بالطريقه دي، وطبعا هنلاقي ان في هنا مستكه وفي قرفه كمان بتستعمل في عمل الرز بلبن، واحنا بنستعمل الاثنين الحقيقه، المستكه والقرفه، في اطباق سواء حلو او حادق، في حاجات بنحط فيها المستكه والقرفه في الحلو والحادق. الوصفه مش هتبقى غريبة علينا، هتبقى مشابهة جدا للوصفة اللي احنا بنعملها، ما عدا التحلية بتاعتها. السكر او العسل مش بيتحطوا مع الرز بلبن زي احنا ما بنعمله دلوقتي، السكر او العسل بيتحط فوق الوش بعد الطبق ما بيجهز، ومش بيبقى موجود جوه الرز بلبن في الحلة لما بنطبخها. ودي فكره حلوه، لان كل واحد ممكن يحط الكميه اللي هو بيحبها، الناس اللي بتحب سكر كتير او عسل كتير ممكن تحط، والناس اللي بتحب قليل كمان ممكن تحط. هنحط اللبن وهنسيبه لحد ما يغلي، وهنحط معاه المستكه والقرفه. طبعا القرفة اللي يحب يحط قرفة بودرة ممكن، واللي يحب يحط عود القرفة برضو ممكن. نقول مع بعض المقادير لحد اللبن ما يغلي. مقادير الرز بلبن عندنا كوباية رز، 4 كوب لبن، 2 فص مستكة، نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة او عودين قرفة اعواد، وللتقديم عندنا سكر وعسل حسب الحاجة. الرز طبعا هيكون مغسول ومتصفي قبل ما نحطه مع اللبن.
هنحط معاه الرز، لما يرجع يغلي تاني هنهدي النار شوية ونسيبه على النار، وكل فترة كده نقلب عشان نتأكد ان مفيش حاجة لزقت. بس طبعا كون ان مفيش سكر هيقلل ان هو ممكن يلزق، ولكن لازم برضو نفتكر ان اللبن فيه سكر اللي هو اللاكتوز، فبرضو اللبن ممكن يتحرق في قاع الحلة، بس مش هيبقى زي ما يكون فيه كمان سكر مضاف له. فكل 5 دقايق ولا حاجة ممكن نقلب تقليبة كده نتأكد ان مفيش حاجة لازقة في القاع. وطبعا ده هياخد وقت، هياخد على الأقل تلت ساعة مثلا. فهوطي دلوقتي عليه النار علشان ابتدى يغلي. وبعد كده هنحطه في القوالب اللي هنقدم فيها او الاطباق او الكاسات زي ما احنا عايزين. وهنجيب العسل وهنحط على وش كل واحد معلقة عسل، وطبعا كل واحد زي ما بيحب، اللي عايز يزود. وممكن نحط على واحد منهم شوية سكر، وهزود شوية قرفة على السكر علشان برضو يدي لون وطعم حلو. يبقى كده قدمناه بطريقتين مختلفتين. وبكده نكون خلصنا الوصفة التراثية. ممكن أرصها على البورد هناك. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نعمل مع بعض وصفة عصرية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة العصرية. وصفة النهاردة هي رول التفاح. مقادير رول التفاح: بالنسبة للعجين عندنا 2.5 معلقة صغيرة خميرة، 240 جرام مية، المية تكون دافية. أنا كنت حطها في الميكرويف وأهي. عندنا 1 معلقة صغيرة سكر، 1 بيض، 50 جرام سكر، 60 جرام زبدة مذابة، 1 معلقة صغيرة ملح، 500 جرام دقيق. بالنسبة للحشو عندنا 3 حبات من التفاح يكون مقشر ومقطع إلى مكعبات، 120 جرام زبدة، 200 جرام سكر، 1 معلقة كبيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة قرنفل. وبالنسبة للوجه عندنا صفار بيض ندهنه، وعندنا سمسم وحبة البركة. أنا هبتدي بالحشو لأن أنا محتاجة الحشو يكون ابتدى يبقى بارد، أو حتى لو دافي أوكي، قبل ما أحطه على العجين عشان ما يسيحش العجين. فنبتدي نعمل مع بعض حشو التفاح. هحط السكر
عايزاه يتكرمل. هنلاقي السكر ابتدى يدوب شوية بشوية، وطبعا بالطريقة الجافة دي بياخد لون الكراميل أسرع كتير من لو حطينا عليها مية، بس طريقة المية أسهل إن مش بيتحرق مننا بسهولة، فالطريقة دي أسرع ولكن لازم نخلي بالنا عليها. زي ما احنا شايفين هيبتدي يدوب وبنقلب بعد شوية علشان نتأكد ان اللون بتاعه يبقى نفس اللون في الطاسة، ما فيش حتة تتحرق وحتة تبقى لسه خرز السكر. لما نبقى بنعمل السكر بالشكل ده في طاسة لونها غامق أو حلة لونها غامق، لازم نخلي بالنا إن لون السكر هيبان أغمق ما هو، يعني فممكن إن احنا نوقف الكرملة بدري شوية لأن احنا شايفينه غامق، بس ده تأثير الطاسة الغامقة. اوكي كده لونه ابتدى يبقى حلو، فهحط الزبدة وهستنى الزبدة لما تذوب وتمتزج مع السكر. وبعد كده احط التفاح. واحط القرفة. والقرفة. ودلوقتي هسيبهم مع بعض على النار. التفاح هيبتدي ينزل المية بتاعته. وأسيبها تتبخر شوية وبعدين هيبقى الحشو بتاعي جاهز. والتفاح بيستوي ممكن نبتدي نحضر الخليط أو العجين. هسيح الزبدة هحط الخميرة مع كمية السكر الصغيرة نقلبهم مع بعض وبعد كده احط بقية المقادير في العجان. حطيت الدقيق البيض السكر هحط المية والخميرة هحط الملح على جنب في حتة كده ما يكونش فيها الخميرة وهبتدي أضربهم مع بعض. ولما أضربهم حوالي 5 دقايق هضيف الزبدة المذابة في الآخر لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعضها.
اوكي، زي ما احنا شايفين العجينه ابتدت تتماسك، محتاجه لسه انها تضرب 5 دقائق كمان لوحدها كده بدون الزبده، لكن عشان الوقت بس هضيف الزبده، هنخلطهم مع بعض لمده 5 دقائق كمان. ودلوقتي التفاح جاهز، هشيله من الطاسه السخنه دي، احطه في حاجه تكون مسطحه ومش سخنه علشان يبرد شويه لحد ما اجي استعمله. وطبعا زي ما قلنا هنفضل محتاج نضرب دي لمدة 5 دقايق كمان. دي هحطها في التلاجة عشان برضو تبرد أسرع شوية، لأنها سخنة قوي هتسيح العجينة اللي هستعملها. ودلوقتي أجيب العجين الجاهز، طبعا بنسيبها لحد ما تخمر. هحط دقيق وانزل العجين عليه. لا احط دقيق برضو فوق العجينة عشان ما تلزقش في النشابة، وهنفردها على شكل مستطيل. اتأكد انها مش بتلزق. هنحضر اجواش او بيضه، هنحط معاها بس شويه ميه ونقلبها علشان دي اللي هندهن بيها الرول بتاعنا بعد ما نحضره. اوكي، نجيب التفاح من الثلاجه اوكي، هو لسه دافي شويه بس معقول، وهنحطه في الرول. هفرده على الرول بس هسيب من الحواف مسافة علشان أعرف أقفله من غير الحشو ما يطلع بره، خصوصا طبعا الصوص مش التفاح يعني. وهبتدي أقفل. ولو لما اوصل للاخر هقفل الجناب كمان وابتدي اقفل كويس. علشان صوص التفاح ما يطلعش بره. لو احتاجنا ممكن نستعمل شوية مية او شوية من البيض ده علشان نلزق اطراف العجين لو احتاجنا.
ودلوقتي نجيب الصينية وبالراحة خالص أشيلها. أوكي، وأحطها في الصينية وأقلبها على الوش الثاني. وهجيب البيض وأدهن الفطيرة من فوق أو الرول من فوق. وبعد ما ندهنها بنحط على وشها شوية سمسم وشوية حبة البركة. اوكي، ودلوقتي هنسيبها تخمر حوالي ربع ساعة، ترتفع بس شوية، وبعد كده هندخلها فرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 25 دقيقة بالتقريب. ودلوقتي نجيب الجاهزة، وزي ما احنا شايفين ده بيكون شكلها. بكده في حلقة النهاردة احنا عملنا رز بلبن على الطريقة التراثية، وعملنا رول تفاح في الوصفة العصرية. هحطه دلوقتي هناك معايا، وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله ان شاء الله. Thank you.